طالبت رابطة جرحى تايز الحكومة بتشكيل هيئة خاصة لمعالجة أوضاع الجرحى وتوفير احتياجاتهم الطبية والعلاجية والمالية وتخصيص ميزانية ثابتة لجرحى الحرب في تايز. وفي مؤتمر صحفي عقدته الرابطة صباح اليوم، أكدت الرابطة بأن على الحكومة القيام بمسؤولياتها تجاه الجرحى التي يأتي في مقدمتها استقبال ضم جرحى في وزارتي الدفاع والداخلية ومعالجة الأسماء التي سقطت من كشوفات الاستحقاقات المالية. كما دعت رابطة الجرحى مجلس النواب إلى محاسبة كل المتسببين بمضاعفة معاناة الجرحى وتبني رؤية ثابتة ومستدامة لحل قضاياهم. ندعو الحكومة الشرعية إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في تشكيل هيئة لمعالجة وضع الجرحى، والتي وردت في أول خطاب لرئيس الجمهورية بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي. ثانياً، نطالب الحكومة بتخصيص ميزانية ثابتة لعلاج جرحى تعز تضع حلولاً جذرية لمعاناتهم وتكون قادرة على استيعاب كافة التطورات مع استمرار المعركة ضد ميليشيات الحوثية الإرهابية وازدياد أعداد الجرحى كل يوم. ثالثاً، نطالب الحكومة الشرعية بتنفيذ كل المطالب والحقوق التي نوقشت ووضعت في محضر رسمي مع وزير الدفاع السابق بحضور محافظ المحافظة وقيادة وزارة الدفاع وقيادة محمر تعز، وكانت هذه النقاط كالتالي: ترقيم الجرحى والشهداء الذي لم يترقموا والذي لم يتم تعزيزهم المالي، معالجة وضع الجرحى الذين سقطت أسماءهم في الإكرامية المقدمة من الملك سلمان حفظه الله، ترقية الجرحى المعاقين حسب اللوائح العسكرية وحسب ما هو معمول به في كل المناطق العسكرية الأخرى.